على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ففي درس أمس تعلمنا تعريف الطهارة، تعلمنا أن الطهارة لها أربعة مقاصد، وتعلمنا أيضا أن الطهارة لها أربعة وسائل. من يذكر لي تعريف الطهارة؟ ما هو تعريف الطهارة؟ ما هو تعريف الطهارة؟ الذي يعرف يرفع يده. ما هو تعريف الطهارة؟ تفضل. رفع حدث أو إزالة خبث أو ما في معناهما أو على صورتهما. رفع حدث أو إزالة خبث وما في معناهما أو على صورتهما، هذا معنى الطهارة. الطهارة لها أربعة مقاصد. ما هي مقاصد الطهارة الأربعة؟ الوضوء، إزالة النجاسة. ما هي وسائل الطهارة الأربعة؟ الماء، حجر الاستنجاء والدابة. أحسنتم. مقاصد الطهارة أربعة، وهي الوضوء، الغسل، التيمم، وإزالة النجاسة. قلت لكم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المتن المختصر الذي ندرسه الآن واسمه الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة، لم يتكلم على جميع مقاصد الطهارة، وإنما تكلم على الوضوء وتكلم على الغسل، ولم يتكلم على التيمم، ولم يتكلم، لم يتطرق إلى إزالة النجاسة. عندما ندرس كتابا أوسع من هذا سنتكلم على هذه المقاصد واحدا واحدا. المؤلف رحمه الله عندما تكلم على الوضوء، الوضوء الكلام عليه له سبعة محاور: الكلام على شروط الوضوء، على فروض الوضوء، على مستحباته، على آداب الوضوء، على مكروهات الوضوء، على محرمات الوضوء، وعلى نواقض الوضوء. المؤلف تكلم هنا على قضيتين، على محورين فقط. تكلم على فروض الوضوء وتكلم على نواقض الوضوء. في درس أمس شرحنا فروض الوضوء وقلنا في حد الرأس، صح؟ وقلنا أيضا الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، والسادس التركيب. هذه فروض الوضوء. بقي أن نتكلم على نواقض الوضوء، لكن المؤلف رحمه الله قبل أن يتكلم على نواقض الوضوء تكلم على الغسل. تكلم على الغسل. ممكن نتكلم على الغسل ثم نعود مرة أخرى إلى نواقض الوضوء، كما رتب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب. فنقول الغسل، ما معنى الغسل؟ أولا نحتاج إلى واحد تعريف الغسل، ما هو الغسل؟ ونحتاج أن نعرف أيضا ما هي أسباب وجوب الغسل. ما هي أسباب وجوب الغسل؟ أسباب وجوب الغسل تسميها العلماء موجبات الغسل. يعني قد تجد في بعض الكتب بدل أسباب وجوب الغسل، بدل هذه الثلاث الكلمات، كلام مختصر يقولون موجبات الغسل. موجبات الغسل، واضح؟ لو سألتكم ما أسباب وجوب الغسل أو سألتكم ما هي موجبات الغسل، نفس السؤال، هذا أو هذا. الأمر الثالث الذي لا بد أن نعرفه، ما هي فروض الغسل؟ الذي يريد أن يغتسل ماذا يجب عليه؟ ما هي فروض الغسل؟ إذن عندنا ثلاثة محاور مهمة جدا أن نعرفها: أن نعرف تعريف الغسل، ما هو الغسل؟ أن نعرف ما هي أسباب وجوب الغسل، أن نعرف ما هي فروض الغسل. لو جينا إلى المحور الأول، ما هو الغسل؟ الغسل معناه جريان الماء على البدن بنية مخصوصة.
أن يجري الماء على البدن، على الجسم، أن يجري الماء على الجسم بنية مخصوصة. ما هي هذه النية؟ نية رفع الحدث الأكبر، نية رفع الحدث الأكبر. إذن ما تعريف الغسل؟ نكتبه هنا، وأنا أفضل أنكم وقت الشرح لا تكتبون، تنتبهوا معي، بعد ذلك أعطيكم فراغ أو لا أمسح، تكتبون براحتكم، لكن الآن تفهم ماذا أقول له. تعريف الغسل قلنا هو جريان، جريان الماء على البدن، جريان الماء على البدن بنية مخصوصة. ما هي هذه النية؟ ماذا تنوي عندما تغتسل؟ لو كان شخص جنبا ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث. لو كانت المرأة عندها حيض أو نفاس، انقطع الحيض، انقطع النفاس، ماذا تنوي؟ تنوي رفع الحدث الأكبر. إذن جريان الماء على البدن مع نية مخصوصة وهي نية رفع الحدث الأكبر، هذا هو الغسل، هذا تعريف الغسل. كما قلت لكم في درس أمس، ما تعريف الوضوء؟ تعريف الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة بنية مخصوصة على ترتيب مذكور في الآية، على ترتيب مخصوص. هذا تعريف الوضوء وهذا تعريف الغسل، واضح؟ يأتي السؤال الثاني، ما هي أسباب وجوب الغسل؟ أو نقول ما هي موجبات الغسل؟ نستطيع أن نقول أن أسباب وجوب الغسل تنقسم عند فقهاء الشافعية إلى قسمين. يعني نعمل بهذه الطريقة، بهذه الطريقة نقول موجبات الغسل تنقسم إلى قسمين. هذه الطريقة مهمة جدا في التعليم، تجعل الطالب سريع ما يستذكر المعلومات. أنت عندما تذاكر تفتح الدفتر تجد هذا التخطيط، مباشرة تستحضر المعلومات. هنالك موجبات الغسل مشتركة، مشتركة بين من ومن؟ مشتركة بين الرجال والنساء. هنالك موجبات أو هنالك أسباب لوجوب الغسل مشتركة بين الرجال والنساء، توجد في الرجال وتوجد في النساء. القسم الثاني، موجبات الغسل خاصة بالنساء فقط، لا توجد في الرجال. ما هي أسباب وجوب الغسل الموجودة عند الرجال والنساء؟ نقول أسباب وجوب الغسل الموجودة عند الرجال والنساء ثلاثة. ما هي؟ الأول نزول أو خروج المني، واضح؟ الأمر الثاني الجماع، الأمر الثالث الموت. الأمر الأول خروج المني، سواء خرج المني باحتلام أو بغير احتلام، بأي طريقة خرج المني. طبعا في تفصيل فقهاء الشافعية في بعض المسائل سوف تدرسونه عندما تدرسون كتبا أوسع من هذا، لكن يبقى الآن التعميم. خروج المني من أسباب وجوب الغسل، فكل شخص خرج منه المني يجب عليه أن يغتسل، واحد. اثنين الجماع، إذا حصل الجماع بين الرجل والمرأة أيضا يجب الغسل. الأمر الثالث الموت، إذا مات الرجل أو ماتت المرأة يجب عليها أن نقوم بالتغسيل، تغسيل الميت، تغسير الميت فرض كفاية، أي واجب على الكفاية. إذن هذه ثلاثة أسباب مشتركة سواء بين الرجال والنساء، يعني سواء يعني الرجال والنساء فيها سواء. هذه الأسباب المشتركة. ما هي الأسباب الخاصة؟ الأسباب الخاصة بالنساء أيضا ثلاثة، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. ما هي؟ السبب الأول الحيض، المرأة إذا انقطع منها دم الحيض يجب عليها أن تغتسل. يسألونك عن المحيض،
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فاتوهن من حيث أمركم الله. السبب الثاني النفاس. بعد الولادة المرأة يبقى الدم يخرج منها 40 يوما ربما إلى 60 يوما. بعد أن ينقطع الدم الذي يخرج عقب الولادة ويسمى دم النفاس يجب على المرأة أن تغتسل. هذا السبب الثاني وهو خاص بالنساء. السبب الثالث الولادة. فالمرأة بعد ولادتها يجب عليها أن تغتسل بعد الولادة مباشرة، ليس بعد انقطاع دم النفاس. واضح؟ إذن عندنا بالنسبة للنساء 3 أسباب: الحيض، النفاس، الولادة. الأسباب المشتركة خروج المني، الجماع، الموت. ننظر ماذا قال المؤلف بعد قليل. هو لم يذكر الأسباب، لو أردنا أن نعد الأسباب كلها كم تصير؟ كم؟ 6: خروج المني 1، الجماع 2، الموت 3، الحيض، النفاس، الولادة 6. هو لم يذكر 6، هو ذكر بعض 6، ذكر بعض 6 لأنك لازلت في بداية طلب العلم. واضح؟ لكن أنا أظنكم أنكم تفهمون هذا، فزدت لكم أشياء أخرى لم يذكرها. إذن عندنا المحور الأول تعريف الغسل، عرفنا الغسل. المحور الثاني ما هي أسباب وجوب الغسل، أو ما هي موجبات الغسل، ذكرناها. المحور الثالث ما هي فروض الغسل. إيش معنى فروض الغسل؟ يعني ما هي الأشياء الواجبة عليك عندما تغتسل. ما هي الأشياء الواجبة عليك عندما تغتسل؟ الواجب عليك شيئان فقط، شيئان فقط. الأمر الأول النية، أن تنوي رفع الحدث الأكبر فقط. الأمر الثاني تعميم البدن بالماء، أن تعمم البدن بالماء. إذن الواجب عليك في الغسل، أو تستطيع أن تقول فروض الغسل 2: النية وتعمير البدن بالماء فقط، ليس هنالك شيء ثالث. في تفاصيل، في خلاف بين الرافع والنووي في بعض القضايا أيضا ستدرسه في المستقبل ليس الآن، لكن الآن نقول فرائض الغسل 2: 1 النية، 2 تعميم البدن بالماء. هذه الفروض من أين أتينا بها؟ من التعريف، لأن تعريف الغسل جريان الماء على البدن، وهذا هو معنى تعميم البدن بالماء. الفرض الثاني بنية مخصوصة، وهذا هو قولنا النية. إذن نكون بهذا قد درسنا المقصد الثاني من مقاصد الطهارة وهو الغسل. عرفنا تعريف الغسل، عرفنا موجبات الغسل 6، وعرفنا ما هي فروض الغسل وهما فرضان النية وتعميم البدن بالماء. نقرأ ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: وإن كان عليه جنابة. ما معنى الجنابة؟ ما هي الجنابة؟ الجنابة، ما تعريف الجنابة؟ الجنابة تطلق على الشخص الذي جامع أو خرج منيه، أي شخص يحصل منه جماع ذكر أو أنثى أو يخرج منه المني باحتلام أو بغير احتلام يسمى جنبا، يسمى جنب، ويقال فلان عليه جنابة. واضح؟ إذن الشخص الذي جامع أو خرج منه المني يقال عنه جنب، رجلا كان أو امرأة. قال: وإن كان عليه جنابة من مجامعة، أي من جماع أو خروج مني بنوم احتلام أو غيره،
لازمه انتبه لازمه غسل جميع بدنه، هذا الأمر الأول تعميم البدن بالماء، لازمه غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة، هذا الأمر الثاني فقط. أعيد أقرأ مرة أخرى. قال: وإن كان عليه جنابة من مجامعة ذكر سببا من أسباب وجوب الغسل، أي سبب؟ رقم كم؟ قال: وإن كان عليه جنابة من مجامعة ذكر السبب رقم كم؟ الثاني. أحسنتم. وإن كان عليه جنابة من مجامعة أو خروج مني ذكر السبب رقم كم؟ الأول فقط، ذكر لك سببين وترك أربعة، هذه الأربعة أضفتها لك، ترك الموت وهو من أسباب وجوب الغسل، ترك الحيض والنفاس والولادة وهي من أسباب وجوب الغسل الخاصة بالنساء. واضح؟ نكون بهذا انتهينا من الغسل، الحمد لله. نعود مرة أخرى إلى الوضوء. تكلم على فروض الوضوء وقال لك إن فروض الوضوء كم؟ ستة. بقي الكلام على نواقض الوضوء سيذكرها لك الآن. فقال: فصل: وينقض الوضوء، مفعولا به مقدم، وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين. إذن بدأ الكلام على نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ذكر لك هنا خمسة نواقض من نواقض الوضوء. أولها الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين. ما معنى السبيلين؟ السبيلين معناه القبل والدبر، مخرج البول ومخرج الغائط، هذا معنى السبيلين. أي شيء، انتبه لهذا الكلام، أي شيء خرج من السبيلين ينقض الوضوء. أي شيء، إيش معنى أي شيء؟ أي شيء يعني أي شيء، أي شيء يعني لو كان الذي خرج بول أو غائط هذا شيء معتاد، أو كان شيئا نادرا، بعض الناس على سبيل المثال يكون عنده حصوات في الكلى، حصى حجارة صغيرة صح هنا في الكلى في اليدين هنا، أحيانا تخرج منه من مخرج البول تخرج حصى صغيرة، هذا شيء خرج من السبيل، هذا ينقض الوضوء. واضح؟ بعض الناس ربما يخرج منه دم أو يخرج منه شيء يسمى مدن، ينقض الوضوء. بعض الناس على سبيل المثال قد يخرج منه دود، ينقض الوضوء. أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان معتادا أو نادرا، سواء كان جامدا مثل الغائط أو سائلا مائعا مثل البول، أي شيء، سواء كان طاهرا أم نجسا، خروج الريح ينقض الوضوء مع أن الريح طاهرة التي تخرج. واضح؟ خروج البول ينقض الوضوء أيضا مع أن البول نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي حد أي كان نوع. ولذلك قال هنا في الكتاب، قال: الخارج من السبيلين القبل أو الدبر على ما كان، أي أي شيء كان ينقض الوضوء، هذا الناقض الأول من نواقض الوضوء. ما هو الناقض الثاني؟ قال: الناقض الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم، زوال العقل بنوم، زوال العقل ينقض الوضوء،
زوال العقل ينقض الوضوء، سواء كان زوال العقل بنوم أو كان بإغماء أغمي عليه، أو زال العقل بجنون، قلنا بأي وسيلة من الوسائل زال عقله، فقد عقله، انتقض وضوءه. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. طيب، النائم إذا نام يتوضأ، من باب أولى الشخص إذا أغمي عليه، لأن المغمى عليه لا يمكن أن تنقذه. النائم لو عملت يستيقظ، المغمى عليه لو عملت فيه هكذا لا يستيقظ. من باب أولى لو قلنا فإن وضوءه ينتقض. إذا نقول كل شخص زال عقله انتقض وضوءه، سواء زال بنوم، بإغماء، بسكر، شرب مسكرا، شرب خمرا، بجنون، بأي وسيلة من الوسائل زال عقله انتقض وضوءه. إلا استثناء بسيط، استثناء بسيط. قال الشافعية: إلا إذا كان نائما وهو ممكن مقعده من الأرض. يعني مثلا هو جالس مثل ما تجلسون أمامي الآن متربعين، لو نام بهذه الطريقة، بهذه الطريقة نام لكن هو قاعد هكذا، قال الشافعية لا ينتقد وجوده. وطبعا لهم أدلة على هذا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء فيتأخر عليهم بعض الأحيان حتى تخفق رؤوسهم هكذا، واضح؟ ثم يصلون ولا يتوضؤون، والحديث في صحيح مسلم. فلو كان الوضوء واجبا عليهم لأمرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت على هذا الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأمرهم دل على أن الوضوء في هذه الحالة لا ينتقض. هذا مذهب الشافعية. ومع ذلك، مع أن الشافعية يقول هذا الكلام، إلا أنه قال ولو توضأ فهو أحب إلي. في هذه الحالة الأفضل أن يقوم ويتوضأ حتى يخرج من خلاف العلماء. قال ولو توضأ فهو أحب إلي، لكن نقرر الآن الذي في الكتاب فنقول زوال العقل سواء بنوم، بإغماء، بسكر، بجنون لا ينقض الوضوء إلا إذا نام وهو ممكن مقعده من الأرض فقط في هذه الحالة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينقض الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. نقول ليس من الشرط أن يكون على الأرض، لو كان هكذا ممكن مقعدته من الكرسي هكذا ونام هكذا لا ينتقد وضوءه، لأنه ممكن متمكن في جلسته. لو كان على سبيل المثال مسافر في الطائرة، أو مسافر في القطار، أو مسافر في السيارة أو في الحافلة ونام هكذا، على كلام الشافعية لا ينتقد وضوءه. واضح؟ لماذا؟ لأنه ممكن مقعدته، سواء كان جالسا في الأرض أو جالسا على كرسي أو جالسا على غير ذلك، حتى لو كان جالسا على خيل، على حصان، هورس، نفس الكلام. واضح؟ إذن هذا الناقض الثاني من نواقض الوضوء. الناقض الثالث من نواقض الوضوء: مس الإنسان فرجه أو فرج غيره. كيف يمس الإنسان فرج غيره؟ ممكن الأم عندما تكون متوضئة، الأم عندما تكون متوضئة وتريد أن تنظف لطفلها، طفلها الصغير بال، فاحتاجت أنها تلمس فرج الطفل هذا، ينتقض وضوءه.
الآن مس فرج غيره، واضح؟ إذا نقول من مس فرجا سواء فرج نفسه أو فرج غيره انتقض وضوءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وإذا كان هذا في فرج الإنسان نفسه ففي فرج غيره من باب أولى، سواء كان المس في القبل أو في الدبر. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وينقض الوضوء مس قبل أو دبر آدمي، آدمي منه أو من غيره. ما معنى منهم؟ يعني سواء مس فرج نفسه أو مس فرج غيره، كما قلت لكم في المثال، كما قلت لكم في المثال، لو أن الأم احتاجت أنها تنظف لطفلها وهي على وضوء فمست فرج طفلها فإن وضوءها ينتقل، ونقول لها عليك الآن أن تتوضئي مرة أخرى لأن الوضوء الأول انتقض. ما معنى انتقض الوضوء؟ يعني فسد الوضوء، أي بطل الوضوء. إذن الثالث مس الفرد سواء منهم أو من غيره، وسواء كان قبلا أو دبرا. طيب الأمر الذي بعده قال: وينقض الوضوء مس قبل أو دبر آدمي منه أو من غيره ببطن الكف وبطون الأصابع. لا بد أن يكون المس بهذه المنطقة، بهذه المنطقة بطن الكف وبطون الأصابع. أما لو حصل المس بهذا المكان، لو مس الإنسان فرج نفسه مثلا بهذا المكان بظهر الكف لا ينتقد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. إذا أفضى، قال الشافعي رحمه الله: الإفضاء في لغة العرب المس ببطن الكف، أما المس بظهر الكف لا يسمى إفضاء. والشافعي رحمه الله إذا قال كلاما في اللغة العربية فكلامه حجة، وهذا ليس كلام الشافعية فقط، هذا كلام علماء العربية كلهم، الأصمعي والجاحظ وغيرهم، يقولون كلام الشافعي في اللغة حجة، لأن الشافعي أقام 10 سنوات يتعلم لغة العرب وأشعارها، يتعلم اللغة العربية 10 سنوات يدرس اللغة العربية. إذن هو كان ماهرا ذكيا في اللغة العربية ومعرفة اللسان العربي، فيقول الإفضاء يكون بباطن الكف. ثم قال رحمه الله: ببطن الكف وبطون الأصابع كبيرا كان أو صغيرا، سواء لمس فرج كبير أو فرج صغير. بعض الناس مثلا عنده أم كبيرة، أو عنده يعني البنت مثلا أمها كبيرة عاجزة لا تستطيع أن تقوم إلى الحمام على السرير، الابن عنده والده أبوه كبير لا يستطيع أن يقوم إلى الحمام، ربما أحيانا تقوم بتنظيفه في السرير. الأصل أنك إذا أردت أن تنظفه أنك تلبس قفاز، تلبس شيئا في يدك، لا يجوز لك أن تمس العورة، لا يجوز للإنسان أن يمس عورة غيرك، حتى لو كان غيرك هذا ميتا، حتى لو كنت تغسل الموتى لا يجوز لك أن تمس عورة ميت، ومن باب أولى لا يجوز لك أن تمس عورة حي. لكن نفترض مثلا أنك عملت القفاز وأردت أن تنظف للأب أو للجد، وعند التنظيف انقطع القفاز فلمست فرجه مثلا، ينتقد الوضوء سواء كان هذا الشخص كبيرا أو صغيرا، حتى لو كان ميتا، يعني حتى لو كنت تغسل الميت وأنت تلبس القفاز وفي أثناء التغسيل انقطع القفاز فلمست فرجه انتقض الوضوء. إذا نقول كل من لمس فرج نفسه أو فرج غيره انتقض وضوءه، سواء كان هذا الملموس صغيرا أو كبيرا، سواء كان هذا الملموس حيا أو ميتا، بشرط أن يكون اللمس ببطن الكف وبطون الأصابع.
أما لو حصل اللمس بظهر الكف أو حصل اللمس بالساعد لا يضر هذا ولا ينتقد الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: وينقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بلا حائل إلا ظفرا أو شعرا أو سنا فلا ينقض الوضوء. هذا يحتاج إلى يوم كامل أشرحه لكم إذا أردت أن أخذ تفاصيله، لكن سأعطيكم المقدمة الآن لأنه بقي معي تقريبا 3 دقائق. إذا لمس الرجل امرأة أجنبية، ما معنى أجنبية؟ ما معنى أجنبية؟ ارفعوا صوتكم. ليست من المحارم. إذا لمس الرجل امرأة أجنبية انتقض وضوءه. إذا لمس الرجل زوجته، إذا لمس الرجل زوجته هل انتقض الوضوء أم لا؟ ها؟ لا. نعم. المرأة زوجتك أجنبية أو من المحارم؟ من المحارم؟ هل زوجتك أجنبية أم من المحارم؟ أجنبية. لو كانت من المحارم لا يجوز لك أن تتزوج بها، صح أو لا؟ إذن هي أجنبية ليست من المحارم. لو لمس الرجل زوجته عند الشافعية ينتقض الوضوء. طبعا عند المالكية والحنابلة تفصيل، يقولون إذا كان المس بشهوة ينتقض، إذا كان المس بغير شهوة لا ينتقض. طيب أسألكم سؤال: من المحارم؟ من المحارم؟ المحارم عددهن 18 امرأة، 7 بالنسب، 7 بالرضاع، 4 بالمصاهرة. 7 + 7 كم؟ 14 زائد 4 18. هؤلاء المحارم. غير هؤلاء، غير 18 أجنبية. غدا لا غدا بداية الدرس، ليس غدا، في الدرس القادم يومان قليل، ممكن تضيفوا اليوم الثالث. في الدرس القادم إن شاء الله سندرس هؤلاء المحارم بالنسب، المحارم بالرضاع، المحارم بالمصاهرة. سوف نبدأ بالوضوء باللمس، هل ينقض مطلقا أو ينقض إذا كان لمسا بشهوة ولا ينقض إذا كان لمسا بغير شهوة. إن شاء الله عز وجل سيكون في الدرس القادم، لكن لا بد أن تذاكروا دروسكم أولا بأول حتى لا تنسوا، وحتى إذا درستم كتابا أعلى من هذا الكتاب تكونوا قد فهمتم هذا الكلام الذي شرحته لكم. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.